السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعيني الكرام من خلال هذه التغطية الجديدة. اليوم نشاهد جي ام سي يوكن موديل 2021 فئة الدينالي ونتعرف على جميع مواصفاتها من خلال هذا التقرير. نبلش هذه التغطية بشرح مواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع LED والأضواء النهارية، كشافات الضباب أيضا من نوع LED ومحاطة بالزينة من الكروم، شبك أمامي محيطي تصميم خاص لفئة الدينالي يتواجد به كاميرا الرؤية الأمامية، 4 حساسات ركن على الصدام الأمامي إضافة إلى طلاء باللون الفضي أسفل الصدام. المرايا الجانبية عليها إشارات فليشر إضافة إلى كاميرا الرؤية الجانبية وإضاءة ترحيبية وتحذير النقطة العمياء. دخول ذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب المطعمة بلمسات من الكروم. بالتأكيد يتوفر على اليوكن دينالي مساعد ركوب ونزول أوتوماتيكي. زينة من الكروم أسفل الأبواب، وهذا الشيء بيعطي مظهر جمالي أكثر لفئة الدينالي. الإطارات مقاس 275/50 والرنجات مقاس 22، الرنجات مزودة بطلاء مميز مخصص لفئة الدينالي. فتحة السقف بانورامية. أما بالنسبة لخلفية اليوكن دينالي، المصابيح الخلفية من نوع LED كاميرا الرؤية الخلفية وكاميرا مشاهدة المقطورة، عدد 4 حساسات ركن على الصدام الخلفي، 4 منافذ للعادم، وهذا القفل الخاص للإطار الاحتياطي. طيب، الجناح موجود أعلى النافذة، وفتح الباب الخلفي بأسلوب جدا سهل، تمرير القدم أسفل الصدام، هذه مساحة التحميل الخلفية. تقدر المساحة ب 722 لتر. أيضا توجد مساحة إضافية موجودة هنا بالأسفل. فيش كهرباء 150 واط، ومقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا. ايضا صفت مقاعد الصف الثاني. تمام، يوجد هنا حاملات الاكواب ومنافذ USB لشحن الهواتف الذكية في الجهتين. الإنارات الداخلية من نوع LED وفتحات التكييف واصلة لركاب
الصف الثاني والثالث. إعادة مقاعد الصف الثالث إلى وضعية الجلوس كهربائيا. إغلاق الباب الخلفي بنفس الأسلوب، تمرير القدم أسفل السطح. محرك اليوكن دينالي موديل 2021 مكون من 8 اسطوانات إيكو تيك 3، سعة 6200 سي سي 6.2 لتر، يولد قوة 420 حصان 624 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات. واليوكن دينالي يعتمد على نظام الدفع الرباعي المستمر All Wheel Drive، ومثل ما تشوفون مساعدات رفع البونيت تلقائية. أما بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود GMC يوكن دينالي موديل 2021 بمحرك 6200 سي سي، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 9 كيلو 100 متر، والتقييم سيء جدا. نلقي نظرة على مقاعد الصف الثالث. أولا، تحريك كرسي الصف الثاني بطريقة سهلة للغاية لإفساح المجال لدخول الركاب إلى مقاعد الصف الثالث. بالتأكيد الاتساع ممتاز، وراحة الركوب شيء متعارف عليه في المركبات الأمريكية. ركبت في مقعد الصف الثاني، ما شاء الله راحة الركوب ممتازة والوسع ما عليه كلام، شيء متعارف عليه في السيارات الأمريكية. هذه أداة تشغيل التكييف، أشغل التكييف. سرعة المروحة والتحكم بمستوى درجة الحرارة. اختيار وضعيات التكييف في أي اتجاه. تدفئة جانبي مقعد الصف الثاني. هذه منافذ USB، وهذا منفذ كهرباء 150 واط. حاملات الأكواب. خلونا نطفي التكييف. الشاشات اللي خلف كرسي السائق والراكب الأمامي، مقاس 12.6 إنش وعليها خريطة الملاحة. ما شاء الله تبارك الرحمن، استجابة اللمس والألوان جدا ممتازة في هذه الشاشة. اسم الشارع والموقع، جميع المعلومات تظهر في هذه الخريطة. نعود للقائمة الرئيسية، مثل ما نشوف قوائم الاستماع والمشاهدة جميعها يظهر في هذه الشاشة، أيضا اتصال السماعات بهذه الشاشة، وأيضا إمكانيات اطفاء الشاشة. التخشيب، لمسة باللون الفضي والجلود، سنتر لوك التحكم بالاقفال. وهذه فتحة السقف البانورامية. الإنارة الداخلية من نوع LED، فتحة التكييف وحاملة الملابس. طبعا عند شرائك للسيارة ستجد كرتون، الكرتون عليه سماعتين، كل سماعة تتصل بالشاشات الموجودة خلف كرسي السائق أو الراكب الأمامي.
هذه الشاشة اللي بتكون خلف كرسي السائق، اعذرونا على التكيس الموجود. طيب، تنجيد المقاعد من الجلد الفاخر، عدد مسندين للرأس، كان مفضل يكونوا عدد 3 مساند، وطبعا التكيس منعني اني اشوفكم التكاية، اعذروني. وهذا شكل الداشبورد. كرسي السائق بتحكم كهربائي، وكرسي الراكب الأمامي أيضا بتحكم كهربائي. قبل البدء بشرح مواصفات السيارة الداخلية، أشغل لكم السيارة، وطبعا تشغيل السيارة عن طريق البصمة، أسمعكم صوت المحرك. خلونا نختبر العزل بعد إغلاق باب السائق. والله ممتاز حقيقة، اختفى صوت المحرك بنسبة 90%. هذا شكل العدادات، السرعة القصوى 200 وعليها شاشة معلومات بالوسط. هذه شاشة المعلومات تظهر عليها السرعة الرقمية وسرعة الطريق، معدل استهلاك الوقود، المسافة المقدرة بالنسبة لكمية الوقود المتبقي، نسبة صلاحية زيت المحرك، قياس ضغط الإطارات، صلاحية فلتر الهواء، وصلاحية بطانيات الفرامل، يعني جميع معلومات الصيانة المتكاملة بالنسبة للمحرك، الأنظمة المساعدة للسائق، وضعيات الدفع الرباعي، وغيرها من المعلومات، معلومات الجهاز السمعي، نافيجيشن اسم الشارع والبوصلة، معلومات اتصال الهاتف عن طريق البلوتوث، والخيارات الخاصة بالنسبة للسائق. هذه كانت أبرز المعلومات المتواجدة على هذه الشاشة اللي بتكون وسط العدادات. تصميم فئة الدينالي من الداخل متميز، دركسيون مكسوب الجلد، وبالنسبة لمجموعة الأزرار اللي عليها، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث، تصفح الشاشة المتواجدة بوسط الأعدادات، والأوامر الصوتية فويس كومنت، تنبيه ما قبل التصادمات، تسخين عجلة القيادة، وأزرار التحكم بمثبت السرعة. والجديد على موديلات 2021 من اليوكن، تبديل الجير عن طريق الأزرار، وإمكانية التعشيق اليدوي. هذه الشاشة اللي تعمل باللمس، مقاس 10.2 إنش. ندخل على القائمة الرئيسية، شاشة مجهزة بنظام الملاحة، أعدل التصوير علشان توضح لكم الشاشة، استجابة اللمس جدا ممتازة، خيارات الجهاز السمعي، وهذا برنامج اتصال الهاتف عن طريق البلوتوث، برنامج التحكم بالتكييف في هذه الشاشة، اختيار درجة الحرارة، ودرجة الحرارة مستقلة بين السائق والراكب الأمامي، اختيار سرعة المروحة، والإعدادات الخاصة بالتكييف. أطفي المكيف ونعود للقائمة الرئيسية. إمكانية اتصال الشاشة ببرنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو. اختيارات الإعدادات بالنسبة للغة والهاتف والخصوصية والعرض. إعدادات التطبيقات، تفعيل أو إلغاء عمل الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي. ومجموعة اختيار إعدادات السيارة من الداخل.
وننتقل الآن لمشاهدة كاميرات الـ360 درجة. هذه كاميرا الرؤية الأمامية، وهذه كاميرا الرؤية الخلفية، كاميرات المراقبة الجانبية، وهذه كاميرا مشاهدة المقطورة الخلفية. والآن أحط الجير ريوس. هذه كاميرا الرؤية الخلفية مع الإرشادات التنبيهية. أوف أوف أوف، كرسي السائق يهتز شكل كثير، اقتربت من كراسي صالة العرض. هذا التنبيه جدا ممتاز للسائق. أوكي، هذه قوائم الشاشات الخلفية. وبس يا متابعيني الكرام، هذه كانت أبرز مواصفات هذه الشاشة. مجموعة الأزرار المتواجدة أسفل الشاشة، فرارات وأزرار التحكم بالجهاز السمعي، والزر الخاص للعودة للقائمة الرئيسية في الشاشة. التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا، والمناخ مستقل بين السائق والراكب الأمامي. كرسي السائق والراكب الأمامي عليهم التبريد والتدفئة. أتصور الصوت واضح. تشغيل التبريد في كرسي الراكب الأمامي. أزرار التحكم بتفعيل التكييف الخلفي. مثل ما نشوف التخشيب. نفتح الغطاء وبيكون بالداخل شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، منافذ USB، تمام، حاملات الأكواب. عجبني صراحة لون وشكل التخشيب. هذه السدة وعليها الثلاجة. الثلاجة سعة 8.8 لتر. مثل ما يتضح لنا فتحات USB موجودة في هذه السدة. أما بالنسبة للثلاجة تصل قوة التبريد فيها إلى 5 تحت الصفر. بإمكان هذه الثلاجة حمل 6 قنينات ماء سعة 500 ملي. مثل ما نشوف إضاءات LED المحيطية الموجودة في هذه الثلاجة. حاملات الأكواب. أما بالنسبة لسلامة وحماية الركاب، يتوفر على اليوكن دينالي وسائد هوائية كاملة أمامية جانبية ستائرية. وعن يسار السائق عجلة القيادة بتحكم تلسكوبي كهربائي. وبالنسبة لهذه المواصفات، أولا ضبط مستوى مشاهدة الهيد أب ديسبلاي اللي موجود أمام السائق، التحكم بمستوى المقطورة الخلفية. وبالنسبة لمجموعة هذه الأزرار، إلغاء وتفعيل نظام الخروج عن المسار، إطفاء وتشغيل الباركينج سنسر، إلغاء وتفعيل انطفاء المحرك تلقائيا عند الوقوف المؤقت، تشغيل وإطفاء فيش الكهرباء، تراكشن كنترول، نظام مساعدة النزول على المنحدرات، مكابح التوقف الكهربائية، التحكم بالمصابيح الأمامية، والتحكم بشدة الإنارات الداخلية، تعطيل عمل الوسائد الهوائية الجانبية في حال دخول السائق إلى الطرقات الوعرة، اختيار وضعيات الدفع الرباعي دبل ثقيل دبل خفيف، أو تحويله إلى نظام الدفع الخلفي، أو اختيار الوضعية التلقائية، والتحكم بقوة مستوى المقطورة الخلفية. وننتقل الآن إلى مجموعة المفاتيح الموجودة على باب السائق. جميع النوافذ تفتح وتغلق بلمسة واحدة. ذاكرة كرسي السائق، والتحكم بالمرايا الجانبية، والمرايا الجانبية قابلة للطي كهربائيا. سنتر لوك فتح وإغلاق الأقفال. يبلغ سعر اليوكن دينالي موديل 2021 34,000 ريال عماني، أي ما يعادل 331,270 ريال سعودي، أي ما يعادل 88,330 دولار أمريكي. ويشمل طراز GMC يوكن دينالي موديل 2021 ضمان لمدة 5 سنوات بدون تحديد المسافة. أكمل استعراض باقي مواصفات المركبة. هذه شاشة الهيد أب ديسبلاي.
ما واضحة كثير، خلوني أضبط التصوير. يعني صارت أوضح. السرعة الرقمية، سرعة الشارع، تنبيه الخروج على المسار، وضعيات الدفع الرباعي وغيرها من المعلومات. جميل جدا. مرآة الرؤية الخلفية بتعتيم تلقائي. المواصفات الموجودة هنا بالأعلى، صفت مقاعد الصف الثالث، التحكم بارتفاع مستوى الباب الخلفي، الإنارات الداخلية من نوع الـ LED، إمكانية تفعيل وإلغاء عمل الواي فاي، التحكم بفتحة السقف البانورامية. دلع دلع اليوكندينالي. كمية مواصفات جدا جميلة متوفرة في هذه البيئة. أيضا ستارة فتحة السقف بتحكم كهربائي. شماسة السائق، عليها مرآة وأضواء. ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي. وهذا الدرج اللي أمام الراكب الأمامي. هذا التقرير أخذ مني مجهود كبير إلى أن أنجزته. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية الجي أم سي يوكن موديل 2021 فئة الدينالي. هذا اللون ما شاء الله فخم جدا، اللون الأبيض اللؤلؤي على جي أم سي يوكن دينالي موديل 2021. هذا ريموت السيارة، فتح إغلاق، تشغيل عن بعد، فتح الباب الخلفي، وجهاز الإنذار. لكل من يتابع قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. يا أخواني الكرام، لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت ووفيت من خلال هذه التغطية للجي أم سي يوكن دينالي موديل 2021. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.